تمام. مشاهدي موقع شوف تي في، احنا رجعنا معكم بالمباشر اللي كنا قطعناه بسبب تحقق من الهويه من طرف رجال الشرطه. الدور ديالهم خدمتهم داروها صعيب باش انك تمر او تدخل لعين الدياب بدون سبب او بدون رخصه، الا الاطباء اللي كيتواجدوا في احد الفنادق اللي كاين هنا في عين الدياب، الاطباء اللي خاصين او المعالجين ديال المرضى فيروس كورونا ساكنين هنا. داكشي علاش كيدخلوا، يعني كيقدموا فقط الوثيقه ديالهم، هما حفظوهم وعرفوهم في الوجه ديالهم. المهم هذه هي عين الدياب، نقربوكم فقط من الصوره. يعني كانت عين الدياب في نهاية الأسبوع، كل نهاية أسبوع كتلقى الناس عامرة، يعني الناس ديال الرياضة اللي غادي يكونوا عارفين شنو كيوقع هنا في الصباح. ولكن الآن مازال كل شيء مغلق، ما كاينش الروح في 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 عين الدياب. تقريبا هذا هو المكان الوحيد في الدار البيضاء اللي ما كنشوفوش فيه حركه السير كيف جميع الشوارع اللي كتواجد في مدينه الدار البيضاء. هذه هي المنطقه الوحيده اللي ما كتلقاش فيها الحركه ديال الناس، ولا الناس كيتمشاو ولا خارجين. حاليا راه ولينا كنشوف واحد شويه بحكم ان بعض المحلات ديال الماكولات رجعت للنشاط ديالها وبداو العمل ديالهم، نقدروا نشوفوا ناس داخلين او كاين اصلاحات ديال بعض المحلات بسبب هذه الجائحه. يعني بحكم انهم قراب من البحر، وانتم عارفين الرطوبه شنو كدير، فيلا بداو كيصلحوا في المحلات ديالهم. فهذه هي عين دياب خاوية، لا محلات لا رجلين لا الناس ديال الرياضة، حتى واحد ما كاين. حنا كل مرة كنقربوكم من الصورة ديال هذا المكان المتنفس ديال البيضاويين. وشاف صباح الخير، الله يحفظك.
شوف عين الدياب كلها مطوقة برجال الأمن، كلها سدود أمنية، فما يمكنش تدخل إلا ما قدمتيش الإعلامات ديالك والبطاقة المهنية ورخصة ديال التصوير، فما تدخلش هنا. تبارك الله عليهم. ميد نشيطي اشنو درتي مع البوليس حيت وقفتي اللايف؟ خويا ما بغيناش نبقاو نخليوكم واقفين، قطعنا اللايف باش نقدموا باش نتسناو البحث، يعني كتقدم لهم وما فيها باس، يعني تسنى واحد شويه باش تشوف الامور واش هي هذيك ولا لا. صافي حلوا لينا الباب وشكرا شكرا، وكل واحد دار خدمته صافي. فهذه هي عين دياب خاوية، غادي نحاولوا نهبطوا لتحت البحر نشوفوا نبدلوا الجو. كنا محتاجين باش نشوفوا البحر واش تنقى، واش كاين شي اصلاحات جداد ولا لا. إن شاء الله إذا تم رفع الحجز الصحي أنهم يمشيوا للشواطئ، فغدا تكون واحد الصدمة كبيرة عندكم بالنسبة للبيضاويين اللي عارفين هذا البحر ديال عين دياب كيفاش كان. ما كانوش مهلين فيه، كانوا الناس محتلينه، الكراسي، الأوساخ. إلا جيتوا غادي تصدموا وغادي تتمتعوا بالجمالية والنقاء ديال هاد الشاطئ. نقى بواحد الشكل كبير لما تتخيلوش.
كنشوفوا غير النقا. اللي ما كناش حنا البيضاويين ما كناش كن عمرنا ما حلمنا نشوفها بهذا الشكل. ما عرفتش الصورة واش واضحة عندكم ولا لا. عندي مفلات جديدات لا تش حاجه باش تكونوا واضحين. داكشي اللي كنا خليناه راه هو اللي باقي، ما كاين لا اصلاح لا تش شي حاجه غير هو. غادي نعرفوا حاجه باننا حنا التلوث سبب ديال الاوساخ. ان البحر لا شفتيه ما فيش حبه ولا عود ما مليوحش نقي بواحد الشكل كبير. انا بعدا في اول زياره لي العين دياب يعني في هذا الزمان ديال الكورونا، اللي اول طلع لي لهذا البحر تصدمت بداك الشكل ولا داك النقاء اللي لقيتو فيه.
تيقوا بيا الا قلت لكم الماء صفى من الصافي. الناس اللي كانوا كيجيو لعين الذهب نهار غادي زولت الغمه ديال هذا الوباء غادي يتصدموا بالجماليه ديال البحر اللي عندهم. فين الحقيقه كانوا الناس مستغلينهم، مستغلين الكراسي، مستغلين المساحات كاملين. كانت الفوضى وكان الناس ما كانوش كيبغيو يجيو، فقط الناس اللي ساكنين هنا اللي قراب اللي كانوا كيجيو على قبل فقط الكره، ولكن باش يعوموا باش يبدلوا الجو، ما كيفكروش في عين دياب بحكم ان كاينين بزاف ديال الناس كانوا مستغلين هاد المساحات. فنتمناو الى كتب الله ورجعنا للحياه العاديه ديالنا، فنتمناو من المسؤولين، نتمناو من المسؤولين انهم يفكروا في المواطنين ويخليو هاد البحر ديال الناس ديال المواطنين يستافدوا ويتمتعوا به بدون استغلال من طرف بعض الناس اللي كيقولوا بانهم كارين البحر، كارين الرمله، كارين مع العلم ان الناس كلهم عارفين ما كاين لا كراء لا شي حاجه، فقط كاين النصب والاحتيال. خليو الناس تتمتع في الشواطئ ديالها. المتنفس الوحيد اللي عندهم في مدينه الدار البيضاء من غير بعض الحدائق اللي معدوده على راس الاصابع شوفوا الصفاء ديال هاد الشاطئ ديال عين دياب. كانوا الناس وحنا كان ميكاتدنا فكره، ماشي فكره، كنا مقتنعين بانه خيب موسخ ما نقيش ما فيش اصلاحات، ولكن هنا باش غادي نعرفوا باننا حنا المواطنين حنا السبب ديال التلوث ديال البحار ديال جميع الاماكن في هاد نيتال. اللون ديال البحر تبدل، كتبان لك صافي نقي، ما كاينش في الريمان نقيه، ما كاين فيها والو. فنتمنوا ان شاء الله يطرف علينا هذا الوباء ونرجعوا للحياه العاديه. في هذا الوقت في عين دياب ما كنتيش تلقى بلاصتك بالناس ديال الرياضه، الناس كيلعبوا الكره.
اعزائي المشاهدين موقع شوف تي في، غادي نكملوا الجوله ديالنا، نقربوكم من الصوره الجميله ديال شاطئ عين دياب. رجاء مبولة، ولكن كنشوفوا مناطق اخرين كيمشيو للبحر، زي هذه المناطق مثلا ندوا على سناسه الى البحر اللي في اتجاه المحمديه. سناسه المحمديه كاينين حملات ديال الشرطه وديال رجال الدرك الملكي اللي تبع القوات باش كيدخلوا، كيتبقوا الناس اللي يعوموا لداخل اللي خارجين من الحجر الصحي. ولكن كنتكلم انا على منطقه عين دياب، ممنوع كاين حتى شي واحد. هي الصوره قدامكم، حتى شي واحد ما كاين من غيري انا بوحدي، واقيلا اللي كندور هنايا. كاين بعض الاماكن اللي الناس حافظين الطرقات، مثلا باش للتماريس، يعني كاين فيلاز كاين سكن تما، كاين الناس اللي كيخرجوا بالطريقه ديالهم. كيسلت مشاهدي موقع شوف تي في، غادي نوصلوا لنهاية هذا المباشر. قربناكم من الصورة، عرفتوا الشاطئ ديالكم ديال مدينة الدار البيضاء عين دياب كيف ولا نقي بواحد الشكل. النهار غادي تدخلوا غادي تصدموا بالنقاء ديالو، فيه حتى شي كرسي، ما كاين لا باراسول، ما كاين لا استغلال لا والو. نتمنوا من المسؤولين يراعيوا الساكنة ديال مدينة الدار البيضاء، يحافظوا لهم على هذه الجماليه اللي كنشوفوها الان، وعلى هذا الصفاء ديال هذا المياه ديال البحر، الصفاء ديال الرمال النقيه بواحد الشكل اللي انا براسي تصدمت. فعلى الاقل خليوا لهم هذا الرمال حره بدون استغلال، حاربوا المستغلين، خليوا الناس يخرجوا وهما عاجبهم الحال وراجعين، وعاجبهم الحال ماشي معصبين بسبب خصامات مع بعض المستغلين اللي كيقولوا بانهم كارين. فهذه صوره قربناها لكم من شاطئ عين دياب. نخليكم ونهاركم مبروك، وتبارك الله عليكم، والله يبعد علينا هذا الوباء ويكون شي علاج في اقرب الاجل ان شاء الله.